صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وكذلك كتابه الموافقات؟ ما مثلي يحكم على كتاب الاعتصام والموافقات. الإمام الشاطبي إمام جليل وإمام تقدره العلماء ويرجعون إلى كتابيه الاعتصام والموافقات، يرجعون إليهما ويستفيدون منهما، فلا مجال للتهوين من شأن الكتابين أو السؤال عن الشاطبي أو عن كتابيه، يعني هذا معروف عند العلماء والأئمة، وهما مرجعان عظيمان لأهل العلم. نعم.